أكد سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة اعتزازه الكبير بسواعد أبناء الوطن ودورهم البارز في تحقيق النجاح المتواصل لاستضافة البحرين للبطولات الرياضية العالمية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لموقع استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال في العاصمة المنامة. قد اطلع سمو الشيخ سلمان بن محمد على الأعمال النهائية واستعدادات استضافة البطولة للحدث الذي سيفتتح رسميا في الخامس من الشهر الجاري، حيث قام سموه بجولة ميدانية في كافة المرافق والمنشآت التي تم تجهيزها، مشيدا سموه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الأعمال الإنشائية والجهود الكبيرة المبذولة لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الدولية. أكد سموه أن استضافة هذه البطولة العالمية يعكس التزام البحرين بدعم وتطوير رياضة رفع الأثقال على المستوى المحلي والدولي. واختتم سموه زيارته بتقديم الشكر والتقدير لجميع العاملين والمساهمين في تنظيم البطولة، مؤكدا ثقته في أن بطولة العالم لرفع الأثقال ستكون مثالا يحتذى به في التنظيم والنجاح.